أبيب، وقد نشر هذا التقرير في مجلة فرنسية اسمها مجلة لوبون. هذا التقرير في 4 صفحات وقد اطلعت عليه مترجما. يقول هذا التقرير في جامعة تل أبيب، يقول إنه خلال السنوات القليلة الماضية نما عند الشباب المصري الحب للتدين وانتشر الحجاب، حتى أصبح 85% من النساء يغطين شعورهن، وأصبح 60% من الشباب يحملون المصاحف معهم من ضمن أمتعتهم. ثم قالوا وهذا بسبب تأثير عدد من القنوات الدينية مثل قناة اقرأ وقناة الناس وقناة المجد، سموها بالاسم. ثم قالوا وبتأثير عدد من السيديات الأقراص الممغنطة التي تباع بسعر زهيد ويتبادلها الشباب فيما بينهم، محاضرات خطب يتبادلها الشباب فيستمعون إلى الحق إلى الخير فيرجعون إلى الدين. ثم قال هذا التقرير، لذا كان من ضمن الوصايا في هذا التقرير الذي أخرجه يهود في جامعة تل أبيب، كان من ضمنه توصية الفتيات الإسرائيليات بمحاولة إقامة علاقات واسعة مع الشباب المصري لأجل إشغاله عن الدين، وأيضا وبتوصية الشواذ من الإسرائيليين لنشر صورهم وإقامة علاقات مع الشباب المصري لأجل إشغالهم عن دينهم. هذا تقرير تجدونه منشورا في عدد من المواقع في الإنترنت وموجود في موقع هذه الجامعة.